يعطيكم العافية طلاب، كيفكم؟ شو الأخبار؟ بنتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم بدنا نعمل مراجعة عن درس الإكوليبريوم أوف أبادي اللي إحنا تعلمناه بالزوم. بدنا نراجع مع بعض درس الفكرة تبعت الإكوليبريوم أوف أبادي. خلينا نرجع للعنوان تبع الدرس إكوليبريوم أوف أبادي مع بعض طلاب. إحنا قسمنا الدرس الإكوليبريوم أوف أبادي، قسمنا لثلاث أقسام، 3 parts. وقلت لكم يا مس إنه إحنا كل part من هدول البارت، كل part كل جزء بدنا نتعلمه لوحده. تعلمنا مع بعض عن the principle of interaction، بعدين عنا قلنا الفكرة الثانية بالدرس هي the equilibrium of a body، وفي عنا الفكرة الثالثة هي Hooke's law. إحنا مع بعض رح نراجع فكرة the equilibrium of a body. خلونا نبلش يا طلاب من العنوان. كلمة equilibrium of a body ماذا تعني؟ خلينا نتخيل إذا إحنا عنا كرسي، هذا الكرسي حطناه بالصف وقلنا لشاب يمسك هذا الكرسي ويجره باتجاه اليمين، رح يمسك الكرسي ورح يجره ببساطة لاتجاه اليمين. قلنا له شكرا، رجعه بمكانه، رجع هذا الكرسي بمكانه. جبنا شاب تاني واقف بالاتجاه المعاكس، قلنا له لو سمحت امسك الكرسي وشده بالاتجاه التاني، ببساطة رح يمسك الكرسي ويشده بالاتجاه التاني. ولكن هلأ هالمرة جبنا شابين، شاب واقف هون وشاب التاني واقف هون، حطينا الكرسي بيناتن بالنص. قلنا لهم شباب لو سمحتوا انتو اتنين حطوا ايدكو على الكرسي وشدوا. صار كل شاب عم بيمسك الكرسي وبيشدوا من الاتجاه تبعه، الشاب اللي واقف هون بهذا الاتجاه والشاب اللي واقف هون بهذا الاتجاه، مع العلم انه اتنيناتن عم بيشدوا بنفس القوة. معناتها هلأ السؤال، هل هذا الكرسي لما الشابين عم بيشدوا فيها هذا الكرسي رح يتحرك او لا؟ اكيد لا، ما رح يتحرك، لانه اتنيناتن عم بشدوا باتجاهات معاكسة عكس بعض، عم بشدوا باتجاهات معاكسة. هذا هو فكرة الإكوليبريوم أوف أ بادي، يعني أنا بيكون عندي على الجسم أو على الكرسي فورسز، في عندي فورس من هاي الجهة وفي عندي فورس من هاي الجهة، ولكن هدول التو فورسز عكس بعض كأنه عم يلغوا بعض، فعشان هيك رح يضل هذا الكرسي ثابت وما رح يتحرك. عشان هيك احنا بنسميه equilibrium of a body، كأنه عم بنقول توازن الجسم. الجسم المفروض منه يتحرك، بس حدا عم بيشده من هون وحدا عم بيشده من هون، فهذا الكرسي لا عم يتحرك لا يمين ولا شمال، ضل ثابت بمكانه بالرغم من وجود الفورسز أو العناصر اللي عم بتشده. صار عنا التعريف، التعريف مش للحفظ بس للفهم فقط، للفهم فقط. definition: a body is said at equilibrium، بنقول على الجسم انه هو at equilibrium بحالة توازن. when it's at rest، at rest يعني مرتاح ما عم يتحرك. with all the forces it has، عليه forces، all عليه forces، عم بيشدوه forces، ولكن هو بالرغم من وجود الforces فهو بحالة راحة واستراحة، هو ما عم يتحرك لأنه هدول الforces ببساطة عم يلغوا بعض. هلأ من بعد ما فهمنا definition أو تعريف الإكوليبريوم، خلونا نروح على الرسمة اللي عنا إياها أو الcondition of equilibrium. كلمة condition يعني شرط، في عنا ليكون عنا equilibrium، ليكون عنا كلمة equilibrium في عنا شرط، بس يتوفر هذا الشرط فينا نقول انه هذا البادي at equilibrium. اذا ما موجود الشرط، اذا ما موجود، ما فينا نقول انه هذا الكرسي بحالة equilibrium او بحالة توازن. A body is at equilibrium if the sum of all external forces is zero. البادي بيكون بحالة equilibrium if the sum، إذا مجموع كل الفورسز عليه equal صفر. عشان نفهم أكتر خلونا نروح على هاي الرسمة اللي عنا هون. هاي الرسمة عبارة عن spring، عبارة عن رسور، وفي عنا طابة معلقة بآخر السبرينج، بآخر الرسور.
إذا سألتكم شو الفورسز اللي عم تشتغل على الطابة رح تقولوا لي يا مس ببساطة في عنا الويت، والويت عم بيشد دائما لتحت، عم بيشد لتحت، عم بيشد لتحت الويت، وفي عندي التنشن اللي هو التنشن عم بيشد لفوق. رح نلاحظ انه صار في عندي فورس لتحت وفي عندي فورس لفوق، معناتها هاي الطابة هل رح تتحرك او رح تضل ثابتة؟ اكيد حتضل ثابتة. اذا الويت عم بيشد اذا التنشن عم بيشد بخمس نيوتن، الويت لانه بالاتجاه المعاكس عم بيشد بناقص خمس نيوتن. اذا هذا عم بيشد لفوق بخمس نيوتن، اللي من تحت عم بيشد بناقص خمس نيوتن، معناتها خمسة ناقص خمسة يساوي صفر، مجموع الفورسز او قيمة الفورس يساوي صفر، معناتها هذا او هاي الطابة ما رح تتحرك، رح تظل ثابتة بمكانها، لا رح تنزل لتحت ولا رح تطلع لفوق، رح تظل ثابتة بمكانها لانه مجموع هالتو فورسز ايكوال زيرو. فرح نرمز للصم بهذا السيمبول كانه دبليو، وكانه دبليو باتجاه معاكس، دبليو باتجاه معاكس. بدنا نترجم القاعدة، هاي مس هاد القاعدة حفظ، هاي القاعدة حفظ كتير 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 منيح. الصم، إشارة الصم رمزنا لها بدبليو مايلي، الصم للفورسز، الفورسز رمزنا لها بف external، حطينا EX حطينا سهم، equal is يعني equal، zero حطينا صفر، وأكيد من فوق حطينا vector اللي هو السهم. صار عندي summation للforces vector equal zero vector، هذا هو الشرط ليكون عندي equilibrium، لازم مجموع القيمة تبعيت الforces equal لصفر، معناتها الobject ما رح يتحرك. خلينا نبلش نشوف الأسئلة أو الأفكار اللي إحنا دائما بتيجي بالشهادة، دائما بتيجي للطلاب الصف التاسع. السؤال الأول: Consider the suspended ball by string. عندنا طابة معلقة برسور أو حبل. Name forces acting on the ball. شو هن الفورسز acting on the ball؟ أكيد عندنا الويت تبعيت الأرض، وفي عندنا التنشن تبعيت وجود الحبل string. الويت صنفنا acting from a distance، بيشتغل عن بعد، أما التنشن contact ملامسين contact. أوكي، بعدين رح يجي يا مس يقولنا write condition of equilibrium. لما نسمع كلمة condition of equilibrium شرط الإكوليبريوم، على السريع رح نروح على هاي القاعدة اللي موجودة هون. رح نمسك هاي القاعدة وننزلها لتحت، بس قبل لما احنا نسمع كلمة condition of equilibrium رح نقوله at equilibrium، هذا يعني summation للforces equal zero vector، هذا السهم اللي من فوق الصفر لازم ينكتب. مين الفورسز اللي موجودين عندي؟ عندي الويت، عندي التنشن، صار عندي الويت فاكتر زائد التنشن فاكتر ايكوال زيرو فاكتر. حنكمل بالحل، رح ناخد مع بعض الطلاب، رح ناخد التنشن للاتجاه الثاني. لما بدنا نغير التنشن من مكان الى مكان اخر لازم نغير الاشارة، يعني يساوي W نزلت، اليساوي نزلت، التنشن لما حولناها للاتجاه الآخر صار بماينس تنشن. وهون بيكون خلصت الفكرة عندي. هذا لما يطلب مني write condition of equilibrium، شرط الإكوليبريوم إنه لازم summation للforces equal zero vector. ممكن طريقة الطرح للسؤال بتتغير أو بتكون بصيغة ثانية. صيغة تانية كيف يعني؟ ممكن بدل ما أطلب منك write condition of equilibrium أطلب منك write vector relation between tension and W. vector relation، كلمة relation يعني علاقة بين الفكتورز، لازم يكون سهم مع سهم ويكون في علاقة بيناتن، بين مين ومين؟ بين التنشن والويت. فأنا نفس طريقة العمل رح أحط at equilibrium summation للforces equal 0 وبمشي بالستيبس لحب ما أوصل لهذا البوكس الأسود إنه الويت vector
equal يعني هي relation minus tension vector. هذا البوكس هو relation علاقة بين بين التنشن وبين الويت، وكمان أكيد موجود معي vectors، بس ما فينا إحنا دغري نكتبه، لازم نبلش بالsteps من الأول لحد ما أوصل لعنده. السؤال الأخير أو هي فكرة بصيغة سؤال: calculate the magnitude of weight and tension. calculate the magnitude يعني بدي قيمة الويت، قدي الويت 5 6 7 8، قديش قيمة الويت؟ احنا بنعرف يا طلاب انه لما نوصل احنا لهاي لهذا البوكس للفكتر ريليشن بدنا نكمل الشرح عشان نقدر نطلع الماجنتيود القيمة تبعيت التنشن، بنكتب له انه W equal minus tension، بنكتب له بنعمل له سهم وبنكتب له as magnitude. as magnitude يعني كقيمة كفاليو وليس كفكتر او minus، يعني الماينس هو دليل الاتجاهات انه الويت لتحت والتنشن لفوق، بس كقيمة كرقم هي كانت 5 نيوتن وهي كانت كمان 5 نيوتن، فكقيمة أو رقم الـ W equal tension فهذا magnitude وليس vector. W equal tension وإحنا بنعرف أصلاً الويت هو M times G، فصارت عندي relation عم بتزيد، صارت الويت equal tension at equilibrium equal للـ M times G. هون طبعاً إحنا باستخدام كلمة as magnitude كقيمة أو value وليس كفكتر. يعطيكم العافية طلاب، بتمنى تكونوا فهمتوا الدرس لليوم.